السلام عليكم، مرحبا أصدقائي الكرام متابعي قناة روتين نسرين شمالية، تحياتي لكم جميعا ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. كنشوفوا في هذا العصر هذا كثرة الدعاة وكثرة الخطابة وكثرة النصيحة ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني فين ما فتحتي المواقع يعني كاين فين عادي تسمع الدعوة النصيحة. مهم يعني كتر بزاف ولكن بدون جدوى بدون فائدة، يعني وكأنك تطبل في الماء في الهوتة كما كيقول المثل. علاش؟ اولا لان احنا عندنا يعني العقيدة ما كايناش، هذه اولا. الايمان بالغيب ما كاينش باش تاثر فينا ديك النصيحه، باش تاثر فينا ديك الدعوه، باش تاثر فينا الخطباء ولا العلماء. فلذلك واحد القوله ديال العز بن عبد السلام سلطان العلماء من مصر، يعني قال واحد القوله اللي هي كتزعزع الكيان وقوله اللي فعلا كنعيشوها في الواقع ديالنا المرير. قال يعني اذا رايتم قوما ينتشر فيه الزنا والعلماء يتكلمون عن الربا فقد خانوا الله ورسوله. يعني ملي كتقرا هادشي، ملي كتسمع هاد المقوله ديالو كتجبر هاد القول ديالو هو اللي كنعيشو حنايا حاليا. على داكشي ما كتاثر فينا لا نصيحه لا دعوه لا خطبه لا علماء لا حتى شي حاجه، حيت حنا كنعيشو على هاد الحال د القول ديال العز بن عبد السلام رحمه الله عليه. فلذلك نتذكروا المقوله ديال مطابقه الكلام لمقتضى الحال. فإلا كانت النصيحة والدعوة ما كتعالجش الأمراض اللي كيعيشها العصر واللي كنعيشوها اللحظة اللي حنا عايشينها، فما غاديش تكون النتيجة. واخا يقيلوا ويباتوا الخطباء ليل نهار وهما كيدعيو. فنهضروا على واحد النقطة اللي كنعيشوها حنايا في هذا العصر هذا ومأثر علينا بزاف، وهو من المشكل ديال العصر ديالنا. فالمجتمع ديالنا مليء بالأمراض، ألا وهو التبرج، السكر، الزنا، السرقة، مهم جميع الأمراض منتشرة في هذا العصر ديالنا. ومن بين نقدروا نهضروا على المصافحة ديال المرأة والرجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط. فكنقولوا هذا ولد خالتي بحال خي، كبرنا مع بعضياتنا، لا هذاك بحال خي كنسلم عليه ماشي مشكل، بلا تعقيدات. هذا الجار ديالنا كبرنا مع بعضياتنا في حومه واحده كنسلم عليه ماشي مشكل. هذا الراجل ضختي، هذا مع ولد عمتي، هذا هذا هذا، يعني كنحللوها راسنا بيدنا. فاحنا اصلا ملي كنمشيو نقطعوا في ستوب، راه الضو احمر اصلا غادي تقوس، غادي توقف بالسياره ديالك، الضو خضر غادي تقوس، يعني ما كاينش فيها لا هذا نقوز ماشي مشكل، الطريق خاويه ماشي مشكل نقوز، لا الضو احمر غادي توقف واخا تكون الطريق خاويه. وكذلك الاسلام عنده ضوابط شرعيه، ما كاينش هذا بحال خي. بلا ما نضحكوا على العقول ديالنا ونقولوا بحال خي، خي واش نهار اللي غادي نموت انا مثلا غيورت معك هذاك ولد خالتك اللي كتقول انتينا عليه بحال خاك، غيورت معك هذاك الجار ديالك اللي كتقول عليه انتينا لا هذاك بحال خي، او لو اذا مات هو انتينا غادي تورث معاه. اذا كان بحال خاك وتينا عندك واحد العقيده اللي فيتي الشرع بالله وفيتي الاسلام وفيتي الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك ما صافح امراه قط، فيتي يعني الكلام الله سبحانه وتعالى كامل، وصافي تثبتي على راسك بحال خاك، اذا النهار اللي يموت هو ولا تموت انتينا راه خصك تورث فيه ولا يورث فيك. اذا علاش ملي كنجيو لهاد النقطه هذه غادي نشدوا الافواه ديالنا ونقولوا لا وما يمكنش ما غنوصلوش حتى عندك الدرجه و و و و غنقولوا ديك الساعه ما غنوصلوش حتى عندك الدرجه، ولكن في الحياه ديالنا اننا نصافحوا ونسلموا هذيك ماشي مشكله. فكاين بعض الناس كيقولوا بان القران الكريم ما ذكرش يعني ما حرمش المصافحه ديال الاجنبيه والاجنبي على بعضيتهم، راه القران كيخاطب العقلاء ما كيخاطبش البلداء. راه القران الكريم كيقول للراجل وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال للمراه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. يعني القران كيقول للمراه والراجل ملي يشوف الراجل ملي يشوف المراه من اتساع انه يغض البصر ديالو عليها من اتساع، والمراه ملي تشوف الراجل الاجنبي او من اتساع تغض البصر ديالها عليه، فما بالك انه يقرب من عندها ويتلاقاها ويصافحها ويدرها ويعنقها، راه مستحيل. يعني الانسان ملي غيفهم هديه راه غيفهم هديه، راه ما يمكنش. ما نجيبش حنايا نقولوا ما غايجيش القران عنا يقولنا لا حتى 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 السلام ما تسلموش، راه هي الايه مشروحه الراس انك من اتساع ما خصكش تعلي عينك في الاجنبيه ولا الاجنبي،
ما بالك المصافحه والتعناق والسلام وكذا شيء. ونتذكروا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال اياكم والدخول على النساء. قال له واحد الصحابي رضي الله عنه وما بال الحمو يا رسول الله؟ الحمو هو اخو الزوج. قال له ذلك هو الموت، يعني لا يجوز ان الاخ الزوج يدخل من البيت والاخ ديالو ما كاينش والاطفال يعني صغارين، يعني الزوجه نقول بوحديتها تقريبا لان الاطفال صغارين، لا يجوز قطعا شرعيا. وبالخصوص ان الاطفال كيكونوا باقين صغارين وباقي ملي كيكونوا كبارين يعني رجال كيكونوا يعني حرمه على الام ديالهم، ولو ان الاب ما يكونش مثلا كيكونوا هما عوض الاب ديالهم. فملي ما بقيناش كنعرفوا هاد الضوابط الشرعيه وهاد الحدود ما لنا وما علينا، راه كتوقع كوارث بزاف بزاف اللي ما كنجبروا لا شي الحل، وكتادي بينا المصائب كبيره، احيانا القتل، احيانا الحباسات، احيانا مهم كتادي اشياء لا تحمد عقباها في الدنيا، ما بالك نهار اللي غيتلاقى الانسان مولاه وباش غيتلاقاه وباش غيواجه الله سبحانه وتعالى. نهار اللي تخلينا على الضوابط وحللنا اللي بغينا وحللنا كما بغينا حنايا وردينا كل شيء، لا هذا بحال خاي، لا هذا تربيت معاه، لا هذا عادي بالنسبه لي، لا لا لا، وكانه القران خطا، ما خطا من اللي قالنا المصافحه مثلا حرام، وهذا جارك بحال خاك، وهذا ولد خالتك كبرتي معاه، وهذا ولد عمتك، وهذا وهذا، وكان القران صادق الشخصيات هادو ما كيكونوا كبروا معنا وتربوا معنا بحال خانا، خلاهم يعني منسيين. كنتمنى يكون هذا الموضوع الحساس اللي هو موضوع العصر واللي كنعانيوا منه في هذا العصر، وكتعاني منه الامه الاسلاميه جمعاء، راه كنشوفوا الناس محتجبات ويعني كيعترفوا براسهم انهم كيقتديوا بالدين وانهم شادين طريقهم وملتزمين، ولكن عندهم هذا المرض هذا كيعانيوا منه ما قادرينش يتخلاو عليه. هذا راه رجع مرض العصر وبصعوبه بزاف بزاف، باش اللي كيبغي يتخلى عليه يعني كيتخلى عليه بواحد الصعوبه، والاغلبيه الساحقه ما كتخلاش عليه، لان المصافحه رجعت عيب انك تقول لا ما نصافحش حشومه، كنبان معقده، كنبان انا رجعيه، كنبان ما عارف كيف عامله، كنبان رجع يعني عادي بالنسبه للجميع اغلبيه الا القليل، فهمتي؟ وراه كيحطوك في واحد الصوره محرجه، كينظروا لي لك واحد النظره ناقصه، كينظروا لي لك كيقول لك انك تينا معقده، تينا ما عارف كيف عامله، تينا زدتي فيه، الى انك رفضتي تصافح الراجل الاجنبي، اذا انك عملتي حدود بينك وبينه اللي هي المصافحه طبعا، انك رفضتي تصافحه، راه كيرجع المجتمع كينظر لك بواحد النظره سيئه وكانك ما عرفتش شنو عدلتي، ورغم انك تينا غير طبقتي شرع الله سبحانه وتعالى وما اللي قالوا الله ورسول الله فقط. ارجو ان تكون الصوره واضحه ويكون هذا الفيديو مفيد ونستفدوا منه ونستفدوا من بعضياتنا، ونتمنى انكم يكون خفيف على القلوب ديالكم وتدعم القناة ديالي الهادفة إن شاء الله يا ربي، ونتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله يا ربي.